المهرجان السابع كان فينا ثلاث مهرجانات الخشب وثلاث مهرجانات الحجر وهذا الرابع عمليا. احكي لي اكثر عن هذا المهرجان، دام يعني تعنونون كثيرا، كل مهرجان له عنوان، هذا المره بماذا عنونتم هذا المهرجان؟ المرة هاي في عنا احنا فتتح منتزه في الجهة الجنوبية من القرية، وقررنا انه احنا نكمل المشروع المنتزه نزيد جمال، فقررنا انه نعمل اعمال فنية اللي تناسب الموقع، والاعمال بعد ما نخلصها راح نحطها بشكل ثابت دائم هناك. بده مجهود جسماني كبير جدا، شغل مضني صراحة، متعب بس فيه متعة طبعا. احنا كأننا كفنانين من الاخر يعني عندنا متعة كبيرة لما نشوف العمل منجز والجمهور بتمتع والناس بتمتع من هاي الاعمال. يعني هاي الادوات الاساسية اللي تستعمل في النحت منذ آلاف السنين، مع كل التقنيات اليوم انت في عندك تقنيات اللي هي 3D اللي انت بتفوت يعني تحت برنامج لأي لكمبيوتر وبيعمل لك أي تمثال، ولكن بيضل في روح الفنان وفي الفكرة تاعت الفنان موجودة وإيده وشغله. تقبلت على بالأسلوب، كل فنان في عنده أسلوب. إحنا يعني بشكل عام نشتغلش بشكل واقعي، يعني إحنا بنشتغل بشكل كل فنان فيه أسلوبه في الأسلوب الفني. طبعا احنا نبلش بالإشي الواقع وبعدين كل واحد يعني عشان تنتقل انت للفكرة تبعتك او الاسلوب تبعك بالاول لازم تبنيه بشكل اللي هو بشكل فيجوراتيف اللي هو قريب من الموضوع من الفكرة تبعتك، وبعدين انت بتقدر تشتغل على الفكرة تبعتك. بس مقاييس واحجام وطول وعرض هاي اشياء مهمة اساسية في الناحية. الفكرة انه المنطقة اللي هناك يعني بالزمانات قبل قيام الدولة اصلا كانوا يتجمعوا هناك الرعاة المواشي ويسقوا الاغنام تبعتي هناك. كان في مغر كمان هناك اللي كانوا يعني الحيوانات تنام فيها، أصحاب الحيوانات كانوا ينيموها فيها. فالفكرة إنه إحنا نأخذ حيوانات، طبعا أي حيوانات قريبة منا، كل هاي الحيوانات هي جزء من حياتنا كفلسطينية، الحمار، الحصان، النعز، الغنم، هاي كلها جزء من حياتنا كفلسطينية. فإحنا شفنا إنه يعني الموضوع مناسب للمنطقة هناك، و بشكل عام احنا بنفضل انه ياخذ الفنان حريه كامله يعمل بدوياته، يعني في عنده افكار وبحاول انه يجسدها. بس احنا هنا مربوطين اكثر في المجتمع وفي في المؤسسه، فما في عندنا حريه كثير باختيار الموضوع. يعني احنا هنا فنانين من كذا قرى في مسجدكم في الداخل، نقعد هون نطرح أفكار، نحكي متوحدين في عندنا هدف واحد. فبتأمل كمان كل مجتمعنا وكل أحزابنا يكونوا هيك. للأسف الشديد يعني أصلا الحياة الثقافية، إذا كان في عندك حكومة مظلمة فالحياة الثقافية ما راح تستمر في ظل الحكومات اللي هي يمينية عنصرية، اللي هي أصلا ضد الثقافة، ضد السلام، وضد كل ما هو روحاني. هاي رسالتنا انه احنا مجتمع مجبورين نكون متموحدين، يعني غير هيك احنا ما في لنا محل في هذا المجتمع. مجتمع عنصري يعني، والنتائج اثبتت، وشو احنا واضح جدا انه في عنا اليوم الدولة هي دولة يمينية بالنسبة لها احنا عالي عليها. بس احنا هون وبننحت وبنعمل الفن وموجودين الحمد لله. طبعا صديقي زياد دائما بدعيني وانا كمان بدعي، بنشارك مع بعض مجموعة من النحاتين، أجواء لطيفة وحلوة والطقس كمان حلو. بعد 10 أيام بتشوفوا النتيجة. الموضوع استنى عن الحيوانات وهيك قرروا طبعا، والأعمال لأنا بدها تنحط في حديقة عامة في الجبل في البراري اللي بطبيعة الحال كانت مراعي وللحيوانات البرية يعني، فبدين يحطوا المرة التمثيل الحجرية اللي هي عن الحيوانات في الحديقة. انا اخترت انحات ميزة باعز شانزة واحدة مجموعة بحركات مختلفة باتجاهات مختلفة. نعم هالمرة على الحجر. الفكرة هي انه في هون عندي زي صندوق وفيه الغنمات فيه العنزات، يعني حصرهن في قلب اطار، قلب
تعرف زي لما بحملون على سيارات الشحن وبزقوهن من محل لمحل، يعني الفكرة كمان لها معنى آخر مجازي. طبعا احنا بنشتغل بكل الظروف، حتى لو في عواصف او في حر في خيمة هنا بتحمينا طبعا، واهم اشي انه احنا مستمتعين بالشغل. هذا العمل الفني قد بده وقت ينتهي؟ يعني معنا 10 ايام لازم يخلص بالعشر ايام. تخلصوا بعشر ايام؟ عادة ايام المهرجان نعمل الحد الاقصى فيها. ساعات العمل على قد باليوم ساعات؟ تقريبا 7-8 ساعات. طبعا في احيانا تخريب يا من السلطات نفسها، يا عدم صيانة، يا انه مش موجودة في مكان مناسب، يا انه بحجج ديني. طبعا يعني اي حدا عنده اعتراض يتفضل يتوجه للجهات المسؤولة، مش رح يكسر. مشواري الفني بعد عودتي من جامعة دمشق، انا خريج جامعة دمشق. العمل الاول اللي هو تمثال المسيرة بساحة نادي الشمس بال 1987، ومن يومها لليوم انا يعني عملت عدد من الأعمال النحتية موزعة بعدة مناطق. عندي أكثر من 60 عمل فني موزعين بقرى عربية وساحات وبكل من إيلات للمطلة. عم نحكي عن عشرات الأعمال الفنية كلها في نحت ولا في أخرى؟ عن أعمال نحتية كلها طبعا. بالصخور ولا الغالبية على الحجر، نحت على الحجر. اليوم صعب الشغل بالحجرة بما انه لك كمان باع طويل في هذا العالم؟ طبعا انك انت تشتغل على الصخر هو من المواد الصعب التعامل معها، طبعا هي بحاجة لخبرة ولا جهد، بس امام الارادة كله بلين. من دمشق لهون تختلف الأعمال الفنية من مكان لمكان، لكن العمل يعني مارست هذا الإشي في دمشق في خلال تعلمك؟ لا، خلال التعليم يعني فيش نحت على الحجر. يعني بالأكاديمية بيعلموا التقنيات مختلفة، بس النحت على الحجر يعني فيما بعد التخرج ببلش يمارس الواحد. بتشوف مجتمعنا داعم للفنان؟ بحاجة ليكون أكثر مهتم بالفن. الجمهور ولا المؤسسات المسؤولة؟ الجمهور والمؤسسات، يعني في تقصير بالموضوع. من يعتدى على الأعمال الفنية صح؟ هي بترجع للمفاهيم والقيم بكل مجتمع، وبكل المجتمعات اللي فيها تطرف ممكن يصير عدم قبول لبعض الأعمال الفنية. نسألك سؤال بعيد، اشتقت لدمشق ترجع؟ الشوق دائم. دمشق مدينة مستحيل حدا يكون، شايفك متأثر كثير، مستحيل حدا يكون بدمشق وما يحنلش لها بشكل دائم. مدينة تسحرك الإحساس بالانتماء، انه نحن سوريين ودمشق العاصمة، بالإضافة انه دمشق هي عاصمة قديمة جدا ومدينة منتهى الجمال والروعة.